اليوم راح نسبح بهذا المسبح. نخلي المسبح هنا، بنطب السياره انه لازم نوخره، وهذا راح نخليه هنا ثابت. طبعا مزروف ولزقناه هسه راح ننفخه، لكن هنا شوف شنو الموجود. هاي الحصاله مال يوسف، وهاي مال لارا، وهاي مال عبودي. اللي ما تعرفوه، عبودي ويوسف ولارا تشاركوا بعيد ميلادي وجابوا لي هذا التليفون. هسه حصالاتهم كلهم فارغه. قلت انت عندك بالحصاله الصفر عبودي. عبودي الف بس خليت الحصات هنا. ليش؟ لان التحدي اليوم بفلوس. اوكي، هسه راح نصح لارا ان شاء الله ورا ما ننفخ هذا. راح اسوي لكم تحديات قويه بها فلوس حتى ترجعون تجمعون من جديد. اوكي، طبعا سووا لي مفاجاه مال عيد ميلادي، وهذا التليفون هم جابوا لي بوقتها. راح اخلي لكم هنا لقطات اذا موجوده، اذا لقيتها يعني. هسه ايش تسوي؟ ننفخ المسبح. يلا خلينا ننفخ المسبح. خلينا ننفخ. هسه ترسنا المسبح، خلصنا، هسه عاد نغسله. منا من الداخل عبودي، اول مره من الداخل. هذا اللي هم مترابط هنا، هذا منا عبودي منا هم. تعال يوسف هنا. شو طبعا هذا المسبح يشوفوه صغير وناصي. المسبح اللي ذاك الدائر ايش بيه؟ غميج. غميج بس ما عجبكم صح؟ هم يريدون من هذا الكبير ابغى حدايد. شوفوا راح نسوي سلسله تحديات ان شاء الله الايام الجايه. اليوم خلينا نشوف ايش قد راح تربحون فلوس انت عبود ولارا. المسبح هذا ابغى الحدايد. انت تشتروا يعني تجمعون تشتروه؟ والله؟ والله حتى صريتي غميج. زين ليش ما انا اجيب لكم اياه هديه؟ مو انت جبتوا لي تليفون هديه؟ لا كيف؟ ها؟ ان شاء الله اجيب لكم واحد ان شاء الله. من هذا الهيكل حلوه؟ جيب لنا الموي. شلون لون تريدون؟ طبعا الرصاص يريدون مثل هذا. راح اخلي لكم هنا الصوره اللي يريدون منها عبود ويوسف في المسبح. هسه غسلناه وكملنا. يوسف سدها لسداله، سدها حتى نبدا نترسه. هسه فرقناه ونظفنا حتى السداده. يلا عبودي ترسه. اجت مرحله التريس، هسه راح نترسه. لوين تريده يوصل؟ لحد هنا. اوه مو يميل، هو يمكن لهنا لازم. بس خلي عبودي خليه، خليه ينترس. اوه نقع. طبعا قام ينترس هو، بس هاي افهم فشيت انه لزقناها احنا من ذيك الصفحه، بس بيها زرف ثاني يمكن. وهنا قام يتبدل ماي فشيت. يلا راح نلزقه ان شاء الله احنا، وهاي اخر سبحه بيه. نجيب لكم ان شاء الله المسبح ذاك يا ابو الحدايد. هسه نفخناه من جديد ولزقناه ان شاء الله ما يفش. بابا عندي طريقه. يلا اوكي خلينا نشوف الطريقه. بس المشكله ان المسبح هذا ناصي. مو غبي. صح صح، يلا لنا واحد يعني ان شاء الله نجيب لهنا هيك. لا فوق هلا ارتفع مويه فوق. شوفون هنا طلعنا السيارة وخلينا هنا كراسي، خلينا على هالحصالات. هاي مال من الحصالة؟ هاي مال عبودي، وهاي مال لارا، وهاي مال يوسف. وين لارا؟ شو ما صحت لارا؟ نايمة. اوه نايمة لارا. اوكي يلا هسه راح نسوي التحدي احنا، نخلي واحد منكم يسوي التحدي مال لارا. اوكي؟ لا انا اسوي مال لارا التحدي. يلا شوفوا باش راح نسوي احنا التحدي الاول. اول تحدي هذا القفل، اول واحد يجيبه ياخذ الف. اوكي؟ من بعدها ننتقل للتحدي الثاني والثالث. والتحديات تزيد يعني، تزيد صعوبتها وتزيد الفلوس. ايه حتى شنو؟ حتى ترجعون تخلون بحصل يعني. انا الحين ما راح ادفع 10000 وراها 2000 3000 4000 بس غير شيء مو ولا شو اسمه يعني. هسه هذا وراها مثلا مو يزيد المبلغ تصغر الشغله. شنو يعني؟ يعني مثلا صار اصغر من القفل، ورا القفل اصغر شويه. هسه شوفوا هو هنا اذا خليناه شوفوا ما يبين صح؟ راح اخلي لكم اياه على الوقت. اوكي؟ انا اقول لك ارجع من هناك، اقول لك ارجع. يوسف لازم يدور واني الابره والدبه. ها. ايه. اوكي يلا، خلينا نسوي تجربه، خلينا نسوي تجربه. دار؟ مثلا اي دار. يلا هسه مثلا لا انت عبود خليك تباوع، خليك تباوع لانه واحد واحد. هذا القفل دبيته انا هنا. ارجع 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 بعد ما بديت الوقت. انا قلت ارجع 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 ما يصير الدور علي، ارجع ارجع ارجع. يلا واحد اثنين ثلاثه، خلينا نشوف كم ثاني راح تجيبها. خلينا نشوف كم ثاني. اوو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 و
مكان. اوكي يلا اصبر اصبر، لا اصبر، خلينا نبدا العداد. 1 2 3 انطلق عبودي. لقيته؟ اول الف عبودي فوق. شنو؟ ايش قد توني؟ ها؟ ثاني تين. هسه كنا من نذبه يطلع صوت، بعدين من نذبه ما يطلع صوت. هسه هيك صاحي وراها هيك نزله. هسه عبودي فاز باول الف، اوكي؟ هسه هذا الالف حصل عبودي، هاي حصل مالتك عبودي؟ اذا راح نخلي الالف مالته هناك. هسه التحدي بايش؟ هسه التحدي ب 5000. اوف
اوكي ها 5000 اي ورا ال 5000 10000. هسه التحدي الثاني اوكي شوفوا جبت هذا هاي مساحه على شكل كتاب هاي شوف اصغر من القفل هسه القفل راح نوخره هسه علي من هو عليك يوسف صح لو تلعبوا دي يبدي يلا عبود يلا اوكي يلا شنو لا اثنينكم روحوا ندور وانا اقول من يبدي اوكي يلا روحوا غمضوا عيونكم غمضوا عيونكم غمضوا يوسف انت عبودها مغمض هاي راح تكون سباق من يجيبها اول واحد اوكي واحد اثنين ثلاثه دفعتها والله دفعتها والله وينها اوه والله دفعتها المفروض ضيعه دفعتها جبت هنا ولا جبت والله لا لا عاد اجيب يلا اوكي اي فزت انت بهاي الجوله فزت بهاي اي 5000 اذا الجوله هاي عبودي فاز بها هاي 5000 شوفوا هاي هنا راح اخليها الحصانه مال عبودي هذا واحد اثنين ثلاثه اربعه 5000 منك يا الف 6000 وانت صفر لحد الان اوكي راح اعطيك مساعده لازم تجيبها ثانيتين اوكي اي اذا جبتها بثانيتين اعطيك 5000 ثانيتين ثلاث ثواني يلا هو جابها بثانيتين عبودي يلا يلا يوسف انت روح لغادر روح لغادر خليها اقول لك اياها يلا هسه بابا راح اشغل لك العداد ثلاث ثواني يلا واحد اثنين ثلاث انطلع دفرتها والله اوه خلص الوقت خلص الوقت والله ما خليت خلص الوقت 9 ثواني انطيناك فرصه ثانيه وانت ما فزت بيها 3 ثواني ماكو لا مو 3 ثواني انت حتى بخمسه ما جبتها ولا سته ولا سبعه انت تقول انت تقول دفرتها مرتك تدفرها انا ليك تلزمها وتطلع لي اياها اي هسه هاي راح تصغر الى فتشي صعب راح تلقوه بس عادي تعرفوا شنو هو؟ شنو تشوفون هاي الحلقه مالتي؟ هي هاي الحلقه لازم تلقوها اسرع واحد اوف خلينا نشوف منو راح يربح هاي العشرة آلاف مستعدين؟ مستعدين هاي هي حطوا شكلها ايه. هاي راح نخليها هالمرة هنا 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 دقيقة خلي احسبكم دقيقة وعلى يلا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة شنو؟ القاها بسرعة وخذ الف يلا والله دخيتها يلا 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 القاها بسرعة واحد ياخذ الف يلا يلا يوسف ترى ربحت 10000 هسه خلاص وقتكم ما لقيتوها اعطوني اياها خلاص راح الف هسه يوسف اللي ربح ال 10000 هاي الحصانة مال يوسف بقى منو؟ بقى بس لارا انا شارك بالتحدي؟ لا ما يحتاج لانه باعتبار هي شاركة هاي ال 10000 راح تكون الحصانة لارا بما انه لارا اخذت 10000 ويوسف اخذ 10000 انت قد حصلت عبودي؟ 6000 وهاي 4000 راح يكون 10000 اذا كلكم راح تكونون على 10000 10000 هاي راح تتخلى بالحصانة مال عبودي حتى شنو حتى تبدون تجمعون لان جبتوا لي هدية تليفون يلا سباق من يوصل من تكونوا مستعدين واحد يلا يلا من اسرع يرجع من اسرع هسه يلا خلينا بابا بابا شنو من اسرع يوصل عبودي فاز بيه والله من اسرع واحد يلزم نشا يلا 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 من اسرع واحد يلزم هاي من اسرع واحد يلزم هاي الزاوية لا تعادل تعادل من اسرع واحد طمس راسه يلا من اسرع واحد يتربع بالماي استمتعت بالمسبح؟ ايه لين وصلنا لهذا الفيديو؟ لا